أكدت حركة حماس أن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات جناحها العسكري المتمثل في كتائب القسام هو شأن خاص بالحركة، مشيرة إلى عدم إمكانية تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أي أطراف أخرى. يأتي ذلك في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي. وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أن القضاء على محمد الضيف تم خلال غارة جوية على منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 13 من شهر يوليو الماضي.